أبد مو طبيعي. ترى مو طبيعي إنه الإنسان يدب الكمامة وبشكل مباشر بسلة المهملات، سواء كانت موجودة بالعمل أو بالبيت أو بالشارع، لأنه هذه الكمامة هي الحاجز الأخير اللي يفصل بيناتنا وبين الفيروس. يعني إذا كانت الفيروس ملتصقة بالكمامة رح تسبب بخطر كبير على الإنسان. طيب تعتقدون أكو ناس لحد الآن يسوون هذا التصرف؟ ممكن، ليش لا؟ خليكم ويانا حتى نشوف. حالياً إحنا بمنطقة القادسية وتحديداً بالشارع السكني خلف مستشفى اليرموك. هذا الشارع طوله أكثر من 1 كيلومتر، وعلى طول الشارع راح نلاحظ أنه المستلزمات الوقائية الحامية من الفيروس مرمية على طول الشارع. من يرمي هذه المستلزمات؟ أكيد المواطنين المارين مننا أو المراجعين اللي بالمستشفى، وللأسف الشديد أحياناً القلة القليلة من الكوادر الطبية يرمون هذه المستلزمات هنا، متغاضين عن انه هذه المستلزمات ممكن تكون حاملة للفيروس. خلونا نشوف اهالي المنطقة شو راح يتعاملون ويا هذه الحالة. اطلع باب الحوش مذبوبة كمامات، ذاك اليوم ملابس كاملة مال هذا الابيض هم ذابي على الرصيف. اخي انت تحافظ على نفسك وعلى غيرك ما تريد تحافظ، ما يصير عمي، هذا ما يصير. حش السامع الحيوان ما يهمه، أخو الحيوان يموت، بس إحنا بشر. لا تظلون تيجي تشمر من مكان، انزاع هذا بمكانات ما الأوساخ. أكيد هي ظاهرة غير حضارية أول شيء، ثاني شيء المفروض هم من نفس الشخص اللي يرتديها ما يرميها بالشارع، أو لازم يكون لها مكان خاص. هذه حاوية يعني، حتى هذا زبالة، ليش مرميها هنا قرب مستشفى حكومية؟ وهذا لازم يكون أكو رقابة على هذا الشيء. هواي أساليب وحلول من خلالها نقدر نتجنب أن نكون وسيلة لنقل الفيروسات والأوبئة من خلال رمي المستلزمات الطبية والوقائية بأماكن عشوائية أو أماكن غير مخصصة إلها. من هذه الأساليب هي الكيس الطبي هذا اللي ممكن أنه نحط به الكمامة أو الكفوف ونعقمها ونغلق الكيس ونرميه بأقرب سلة مهملات.